say to help me cope with anything. If you see the wonder of the fairy tale, you can take the future even if you fail. اشتركنا في مسابقة اسمها بنات المستقبل. دي بنستخدم خيالنا بحيث ان احنا نعمل مدينة بتحل كل المشاكل اللي عندنا دلوقتي، نقدر يعني نعيش فيها في حياة احسن من احنا فيها. يعني المدينة بتحل كل المشاكل الناس عندها كلها. فاحنا دلوقتي بنعمل مشروع اخد المطر. ففي اخد مطرك اخترنا مشكلة اللي هي مشكلة استهلاك الكهرباء. فعايزين نكلم الناس عن الكهرباء بتيجي منين، وايه اللي هيحصل لو احنا ما وفرناش الكهرباء، وازاي نقدر نوفر في الكهرباء. اول حاجة هبدا بازاي الكهرباء جاية منين. الكهرباء بتيجي لما بنحول طاقة كيميائية المتخزنة في الوقود لطاقة حرارية نقدر ان احنا نشغل بيها مولد الكهرباء. في بقى اضرار لو احنا ما وفرناش الكهرباء، طبعا هيبقى في كميه عاليه جدا من ثاني اكسيد الكربون اللي بيأثر على طبقه الاوزون، بيؤدي بعد كده لاحتباس حراري. وطبعا في مشكله كبيره عندنا، عشان لو في احتباس حراري بتلاقي الارض مع طبقه الاوزون. وكمان لو احنا بنستهلك كهرباء كتير فهنصرف كتير جدا. ففي ناس بتقول ان هم معاهم فلوس كاملة ومفيش مشكلة ان هم ياخدوا، بس مشكلة اكبر من كده. يعني مثلا لو وفرت لمبة من هنا ممكن بيت تاني يحتاج اللمبة دي فهتديله لمبة. يعني مش مفترض ان معاك فلوس يبقى خلاص مفيش مشكلة هصرف اللي انا هصرفه وهستهلك اللي انا هستهلكه. يعني مشكلة احنا ممكن برضو بنفكر في الناس التانية. ازاي بقى بتقدر توفر في الكهرباء؟ يعني مثلا التكييف احسن حاجة ليه تعمل على درجة حرارة 25 كويس جدا. لو قللت اكتر من كده 22 21 في ناس بتعمل على 18 ده مش ه... ده هيبقى زي قلته. يعني هيبقى كتير جدا، وده عليه ده بيجيب بعد كده امراض في العظم ومش كويس الانسان. وكمان بتسرق كهرباء كميات كبيره جدا. بس حاجه تخليها 25. لو
طب نفترض لو الجو عايز 18 بلاش الشفارة برضه؟ هو لا هو مش محتاج 18، هو 18 دي بتبقى لا الصبح عامة محتاج 18 محتاج 20 كمان. 24 أقصى حاجة تقدر توصل لها يعني عشان ما تبداش تستهلك في الكهرباء كتير وبعد كده. المهم لو الصبح في ناس بتبقى منورة نور الصبح فليه تنور بدل في نور أصلا جايلك نور طبيعي بدل ما تستهلك برضه في النمط اللي بتستخدمها دي برضه حاجة مش كويسة. ممكن كمان لو في البيت لو عندك أطفال بدل ما تخليهم كل واحد في اوضه وكل واحد بيتفرج على التلفزيون لوحده وكل واحد بيعمل اللي هو عايزه اعمل مكان واحد تتجمع فيه كل الاسره بحيث ما تنورش في اوض كتير وتقعد تستهلك كتير يعني مثلا في بيت حضرتك كام تلفزيون؟ ثلاثة. اكيد الثلاثه دول بتستخدمهم يعني لا انا بحاول بقدر الامكان ان الثلاثه ما يشغلوش وقت واحد يعني ما هو ده الاحسن يعني مش تسيب ولاد حضرتك يستخدموا يعني هو اقصاها ممكن اثنين ومش في كل واحد. اوكي كده كويس. ساعات في ناس لما بيجوا يشحنوا التليفون او التابلت بتاعهم بيشحنوه بعد كده بيسيبوا البلاج في الشاحن ده بيستهلك كهرباء حتى لو شفت التليفون فالاحسن تشيل البلاج خالص من الكهرباء بس فدي طرق كتير بتقدر ترشد فيها سنة كاملة بس لو عملتها تمام السلام عليكم انا باسل من مدرسة مساعدة رياضية احنا جايين لكم دلوقتي عن مشكلة الكهرباء بخصوص الاتجاه المدرسي احنا بدأت معانا ان احنا اشتغلنا في مسابقة اسمها نادي المستقبل دي هدفنا بس كنا ان احنا نرجع نتكلم مدينتنا المستقبلية شكلها ازاي ان هو شكل المساكن شكل الحمايه شكل المواصلات النفسيه شكل التطور اللي هيحصل فاحنا جينا واخترنا وبعدها دخلنا في مرحله اسمها دلوقتي بحيث ان احنا نبدا نسهل فيها اي حاجه فاحنا بدانا بمشكله الكهرباء قلنا ما هي مشكله بتتوسع علينا فاحنا كان في بالنا ان الكهرباء والوسائل دي في القصر ففي القصر الكهرباء بتيجي من المواد الكيميائيه اللي في الوجود نفسه فهو بتحول طاقه حراريه الطاقة الحرارية اللي بتحول طاقة ميكانيكية اللي بتتحرك اللي هي محركات، المحركات اللي بعد كده بتتحول في الشغل بتحولها طاقة كهربائية. فدي من أهم المشاكل بتاعت الكهرباء إن هو ده نفسه قدام البيئة. ده غير إن إحنا بنصرف استهلاك، فده الجزء التاني. فإحنا بنصرف استهلاك يعني في الكون أكتر هيتحرق. أما يتحرق أكتر دخان أكتر وتدمير أكسجين التربون أكتر. ده اللي هيأثر علينا هيطلع فوق يسبب ريحة مسحة ويسبب الأوزون ده بقى ساعات بعد كده على الصحة بشكل عام فاحنا مشكلة في مصر إن هو نقص الطوق فبالطبع طوق تانية نقدر نعمل بيها وجود زي الطاقة النظيفة زي الطاقة الشمسية والطاقة الماء طاقة الهواء وكده احنا بنعمل ده مع شوية حاجات ممكن تساعد في إن احنا نقلل استهلاك الكهرباء دي حاجات زي مثلا اللي هي اللي أنا عملتها بعد التسونامي ضابط المفاعلات النووية تقليل استهلاك الكهرباء خطوة 50%. احنا أول حاجة المفروض اللي هو يستعمل الوجبات المدفونة دي تستهلك طاقة أقل. تاني حاجة اللي هو الصبح فالمفروض ما تفتحش المطبخ كلها ما تفتحش المطبخ عشان يبقى فيه نور طبيعي. ده هيبقى أحسن لنا وأحسن للصحة. تاني حاجة في موضوع مثلا التلفزيونات اللي ممكن بس تفتح في كل بيت والنور في كل بيت كل واحد قاعد في حتة لوحده. فبدل كده احنا ممكن نحطها نعمل مثلا حته نطبق فيها او اكتب كتير مثلا تقعدوا فيها كل واحد يستهلكوا اقل كهرباء. تاني حاجه احنا ممكن نعمل اللي هو نقلل الطاقه اللي احنا نفصل الشاحن بتاع الموبايل او فيش تيك توك بتاع الكمبيوتر لما نكون استعملوه ده بيقلل استعمال الطاقه حتى عشان هما بيسحبوا حتى هما قافلين. تاني حاجة نقلل الإضاءة مثلا بتاع الكمبيوتر أو الموبايل أو هكذا يعني ده بيقلل موضوع ده بيقلل الكهرباء اللي بتتسحب فبطاية أكبر. أخيرا أي آخر حاجة اللي هو أنواع الزينة. أنواع الزينة كانت بتستهلك كتير قوي فممكن مثلا نفتحها على أوقات منفصلة أو حتى نقلل نستعملها ده غير إن احنا في الآخر
ممكن اللي هو نقفلها قبل ما نمشي او قبل ما تنام او كده. بس فده اطمح بقى خالص.